الدستور ركزت على تصريحات هند جلال وهي مسؤولة ملف المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم. هند أكدت في هذه التصريحات أن بدء الدراسة بالمدارس اليابانية سيكون في شهر سبتمبر المقبل ولم يكن هناك تأجيل، وقالت كمان أن كل المعايير الموجودة لاختيار الطلاب والمعلمين استقرت بشكل نهائي على بدء الدراسة. وكمان قالت في بيان صدر أن اللجنة بتاعكم حاليا على وضع آلية اختيار كل المعلمين وتحديد كمان المصروفات الدراسية وآلية سير العملية التعليمية حتى لا يكون هناك أي مشاكل.